نومينيز هالاسبوع. سهيل من الجزائر زعل راد. شو بكي؟ لا زعلانه. مروان من لبنان. انت؟ انت تطلع نومينيز؟ وي ما المشكله؟ ما المشكله؟ غلط؟ مش تلميذ مثلكم؟ هو المشكله مش بال مش بال اللي كنا عم نحكي عليه انه فرق ما بين الانجليش ولا كما قلت لي انت مشكلتك مش مشكلتي كان في ينسون بس خلص المشكله فين انه انت جاي من محل انت بتغني شيء انت بتقدم فن بتقدم شيء للناس من قبل وحاطط فكره براسك انك انت رح تقدم نفس الشيء انت رح تبين شخصيه مروان بالغناء صح ولا لا؟ معي ولا لا؟ ايه مروان اللي اجى على الاكاديمي ما اجى بروفيشنال راح يطلع بروفيشنال اوكي مروان كان بروفيشنال الى حد ما صح انت انت كأنا ولا شيء بتشوفه انت بتشوفه انت هاو بيسكس يعني انت هاو بيسكس اذا ما عندك اياه هون اذا انا حدا لا بس ما تكون متناقض انت قلت لي انه انا بقول اشياء لعبد الوهاب اللي بقول اللي بيقول لعبد الوهاب يعني بروفيشنال لحد ما مش بروفيشنال بروفيشنال لحد ما انه فيك تسلم درب نفسه على هيدا الشيء ما هيدا الشيء اللي انا حابب اوصل لك اياه انت كنت بروفيشنال لحد ما عم تحكي انت فهمت انا فكرت انه عم تحكي بالبروفيشنال كمعلومات كاشياء اكيد لا اكيد لا أوكي. عم بحكي عن تدريب والتمرين انت مدرب من قبل متدارس موسيقى طبيعي. صح؟ دارس موسيقى دارس سينما مش دارس شيء عم لك بيسكس مش انه شيء مهم بيسكس ايه بس انه اوريدي في عندك في عندك فكره احسن من اي شخص احسن من كم شخص هون بالاكاديميه صح ولا بتعرف ليه مش مثقف لا 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 مش لاني متعلم لاني بحب لان في فرق بين اللي بحب موسيقى واللي بيشتغل خليني كمل فكرتي خليني كمل فكرتي استنى بقى انت انا قلت لك مبين انه مثقف مش متعلم مثقف حدا يحب شيء ويعني وهيك يعني من عند الله هيك مثقف بها اما شو اللي حبيت نوصله لك انت مش مشيت البروجرام بروفيشنال راح تصير مور بروفيشنال لا انت جيت من البروجرام مروان جاء صار اكاديمي راح يغني شيء يغني شيء بالكاستنج اساسا شافوا انه في اشياء ثانيه تلبق على صوته مثل طول انتم بلبنان حيجربوك بهيك الشغل انت راح توصل انت راح توصل لمحل انك تتعلم زيادة هيدا الشيء اللي انت عم تغنيه هلا سواء كان مع وائل سواء كان لملحم بركات للثورة وهيدا الشيء انت بغض النظر عن شو هو ستايلك شو انت حابب توري للعالم شو هو الشيء اللي انت حابب تقدمه للناس مش بلس لإلك انك انت غنيت كلاسيك وانك انت غنيت قدام وائل كوري وانك انت عملت تابلو للثورة وانك انت ظهرت على التيفي وقدمت شيء حلو مش بلس لإلك قادر بنفس الوقت تعطي شيء احلى اذا قلت لك بتصدق اذا قلت لك اذا قلت لك بتصدق انا عندي كاني ما عملت شيء ما فيك تفكر هيك والله ما فيك عندي هيك. انا هلا يعني انت بتقول انه انا قفت واو انه غنيت مع وائل كفوري شرف لا لا لا, لا 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 ان شاء الله بيكون متعلم 100 سنه شرف له شرف لي اكيد بس انا بالنسبه لي يا خيي مش كافي بعد ما في شيء بعد ما في شيء بعدني بحالة جمود هلأ يعني.